أبنائي الطلبة والطالبات، طلبة الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هندي النهاردة مراجعة نهائية للترم الأول، أسئلة امتحانات الترم الأول إن شاء الله أسئلة كتير ومتنوعة وأفكار كتير، فخدوا بالكم من التمارين اللي احنا هنقولها، عشان طبعا هي دي التمارين اللي هيجي لكم زيها في الامتحان، وإن شاء الله تكونوا موفقين وتجيبوا درجات نهائية بإذن الله. أول سؤال بيجي لكم هو سؤال الاختيار، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، العدد الغير نسبي المحصور بين 2 و3 هو. طبعا السؤال اللي زي ده انت عارفين انا بحله ازاي، 2 و3 بحطها تحت جذر تربيعي، يبقى انا عندي هنا 2 و3 بحطها تحت الجذر التربيعي، فطبعا انتوا عارفين 2 تدخل تحت الجذر ب4 و3 تدخل تحت الجذر ب9، فانا عايزة عدد بينهم العدد النسبي المحصور بين 2 و3 هو. طيب هنشوف كده، يلا ايه رأيكم اللي هيبقى جذر 3 بينهم؟ لا طبعا. طب جذر 10 بينهم؟ لا طبعا. طيب كده الجذر التكعيبي للعشرة، طيب طالما هو عندي هنا الجذر التكعيبي للعشرة طبعا ده عدد غير نسبي، يبقى هو العدد الغير نسبي اللي محصور بينهم هيبقى هو الجذر التكعيبي الايه للعشرة، لان ده نسبي. طيب انا كده حطيتهم بين جذرين تربيعيين، لو انا حطيتهم بين جذرين تكعيبيين هيبقى هنا الاتنين عبارة عن الجذر التكعيبي للتمانية، والتلاتة عبارة عن الجذر التكعيبي للـ27، يبقى فعلا جذر التكعيب العشرة هو اللي محصور بينهم. السؤال اللي بعد كده، مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 49 بتساوي صفر في ح هي. طيب انا هحل انا المعادلة ديت ازاي؟ بقوم انا نقلة موجب 49 الطرف الثاني بإشارة مخالفة، هتبقى هنا 49 هتساوي سالب س تربيع هتساوي سالب 49، يبقى انا هنقل هنا 49 في الطرف الثاني بإشارة مخالفة هتبقى س تربيع بتساوي سالب 49، باخد الجذر التربيعي للطرفين. طبعا انا عندي هلاقي لا يوجد جذر تربيعي لعدد سالب، لا يوجد جذر تربيعي لعدد سالب، يبقى اذا مجموعة الحل في ح هو الفاي. هناخد المسألة اللي بعد كده اللي هي الجذر التربيعي الجذر التربيعي لتولت زائد الجذر التربيعي لتولت زائد الجذر التربيعي لتولت. طبعا انتم ملاحظين ان الثلاث حروف زي بعض، هما انا جمعاهم بقوم جمع العدد اللي قدامهم، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، هتبقى 3 الجذر التربيعي لتولت. لو انا دخلت الثلاثة جوه تدخل بايه؟ ب9، يبقى هتبقى عبارة عن 9 في تولت. هختصر هتبقى الجذر التربيعي لايه؟ لتلاتة، يبقى تبقى جذر 3، يبقى الاختيار الصحيح هو جذر 3. طبعا المسألة انا ما بختارش الاختيار الصحيح لها الا لما بحلها الاول حل بسيط، يبقى انا اعيدها على السريع تاني. العدد الغير نسبي المحصور بين 2 و3، طبعا انتوا لو لاحظتم هلاحظ ان 2.5 ديت عدد نسبي، يبقى ده مش هيلزمني، يبقى المفروض جذر 3 وجذر 10 وجذر التكعيب العشرة، لو انت جبت العدد ده بين جذرين تربيعيين يبقى طبعا ده مش بينهم ولا ده بينهم، الله يبقى بينهم جذر التكعيب العشرة، ولو انت جبته بين جذرين تكعيبيين هيبقى معناها برضو جذر التكعيب العشرة هو اللي بينهم، سواء جبتها بالطريقة دي او جبتها بالطريقة دي صح هيطلع الناتج جذر التكعيب العشرة. اللي بعدها مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 49 بتساوي صفر في ح هي الفاي، واللي بعدها قلت 3 جذر تلت ودخلت 3 ب9 طلع الناتج جذر 3، اخترت الاختيار الصحيح. يلا كده حبايبي نكمل تماريننا. بسم الله. هناخد بقى السؤال اللي بعد كده، بيقول لي مكعب مساحته الكلية 150 فإن حجمه يساوي. مكعب مساحته الكلية 150 فإن حجمه يساوي. طب أول حاجة طبعا أنا عارفة إن المساحة الكلية عبارة عن 6 لام تربيع، يبقى 6 لام تربيع هتساوي 150. هقوم قاسمة على الآلة الحاسبة، 150
على 6 هتطلع لي لام تربيع ب 25. لام تربيع ب 25 دي معناها ان لام ب 5. طيب يعني معنى كده ان طول ضلعه 5. طب انا عارفة ان حجم المكعب بيساوي كام؟ بيساوي لام تكعيب، يعني 5 في 5 في 5. يبقى انا عندي حجم المكعب اللي هو لام تكعيب اللي هو عبارة عن 5 تكعيب اللي هتبقى 125. يبقى حجم المكعب هنا الاختيار الصحيح 125. ببساطة كده بحلها على جنب بتطلع لي على طول. المسألة اللي بعد كده، إذا كان الوسط الحسابي للقيم 3 و 4 و س هو 5 فإن س قيمتها كام؟ أنتوا عارفين إن الوسط الحسابي هو مجموع القيم على عددهم. الوسط الحسابي هو مجموع القيم على إيه؟ على عددهم. طيب أنا هجمع القيم دي 3 زائد 4 7، يبقى أنا أقول 7 زائد س على عددهم 3 قيم أهم على 3 هيساوي 5. هم أنا ضربة وسطين في طرفين، يبقى معناتها 7 زائد س بتساوي 3 في 5 ب 15. وهم نقل السبعة الطرف التاني بإشارة مخالفة، هتبقى س هتساوي 15 ناقص 7 تساوي 8. يبقى الاختيار الصحيح هو كام؟ 8. ده الاختيار الصحيح عندي. اللي بعد كده، إذا كان المنوال للقيم 5 و 9 و 5 و س زائد 3 و 9 هو 9. المنوال هو القيمة الأكثر شيوعا، يبقى المنوال هو القيمة اللي بتتكرر أكتر حاجة. طب إيه اللي اتكرر عندي؟ عندي هنا 9 وعندي هنا 9، يبقى يلزم أن تكون س زائد 3 هي كمان بكام؟ ب 9. طب لما س زائد 3 ب 9 يبقى س بكام؟ ب 6 على طول. يبقى أنا عندي هي قيمة س إيه؟ 6. ده الاختيار الصحيح. الاختيار اللي بعد كده، متوازي المستطيلات الذي أبعاده جذر 2 وجذر 3 وجذر 6 حجمه يساوي إيه؟ تم حجم متوازي المستطيلات عبارة عن الطول في العرض في الارتفاع. يبقى حجم متوازي المستطيلات عبارة عن الطول في العرض في ايه؟ في الارتفاع. طب هنضرب جذر 2 في جذر 3 في جذر 6، هيبقى جذر 2 في 3 ب 6، وال 6 في 6 ب 36، يبقى جذر تربيع ل 36 بكام؟ ب 6. يبقى حجمه يساوي ايه؟ 6. تمام كده؟ يلا يا حبايبي كده نكمل تماريننا. ناخد بقى التمرين اللي بعد كده. اكمل ما ياتي. اكمل ما ياتي: ح الموجبه تقاطع المجموعه سالب واحد وصفر واحد هتساوي. طبعا انا من غير ما اعمل خط الاعداد ومن غير ما اعمل اي حاجه خالص، ح الموجبه اللي هي عباره عن الاعداد من صفر الى ما لا نهايه هتتقطع مع الاعداد ديت في ايه؟ هتتقطع معاها في الاعداد سالب واحد وصفر وواحد. يبقى طبعا ببساطة خالص بكتب الناتج هو المجموعة سالب واحد وصفر وواحد، ده تقاطع. طيب إذا كان المستقيم اللي بعدها رقم 2، إذا كان المستقيم المار بالنقطتين سالب 3 و 5 و 1 و ك يوازي محور السينات. يعني يبقى المستقيم يوازي محور السينات يعني ميله بيساوي صفر. المستقيم الموازي لمحور السينات ميله بيساوي صفر. يبقى انا اقول له المستقيم اهو يوازي محور السينات، معناها ان الميل بيساوي صفر. طيب انتوا عارفين الميل اللي هو عبارة عن ايه؟ فرق صادات على فرق سينات. يبقى كاف ناقص 5 على 1 ناقص ناقص 3، يعني 1 ناقص ناقص 3 يعني 1 زائد 3. طيب هو بيقول الصفر، طبعا الصفر دي مقامها 1. اي كسر بيساوي صفر معنى كده ان بسطه بصفر. اي كسر بيساوي صفر ده معناته ان بسطه بصفر. اي كسر بيساوي صفر معناته ان بسطه بصفر. يبقى انا هقول كاف ناقص 5 هتساوي صفر، هتبقى كاف بايه؟ بخمسة. وبحط انا الاجابة الصحيحة 5. السؤال اللي بعد كده، اذا كان سالب 3 وكاف يحقق العلاقة س زائد 2 ص بتساوي 5، ده معناته ان س قيمتها سالب 3 وكاف اللي عبارة عن ايه؟ الصاد. ان س قيمتها سالب 3 والصاد قيمتها كاف. مكان الس هحط العدد سالب 3 ومكان الصاد هحط الكاف واجيب قيمة الكاف. طب انا مكان الس هحط سالب 3 اهو، يبقى سالب 3 زائد 2 في كاف ب 2 كاف تساوي 5. هنقل سالب 3 الطرف الثاني بإشارة موجبة، يبقى معناها
اتنين كاف هتساوي خمسة زائد تلاتة، خمسة وتلاتة كام؟ تمانية. هقوم اقسم على الاتنين هتطلع لي كاف بايه؟ باربعة. يبقى قيمة الكاف هتساوي ايه؟ اربعة. طيب المسألة اللي بعد كده، كرة حجمها اربعة على تلاتة باي، فإن طول نصف قطرها كام؟ طيب انا بعرف ان حجم الكرة عبارة عن اربعة على تلاتة باي ناقة تكعيب. حجم الكرة اربعة على تلاتة باي ناقة تكعيب، يبقى انا هقول له الاربعة على تلاتة اللي انت عطاها لي، اربعة على تلاتة باي اهي، هتساوي حجم الكرة اللي انا عارفاه اللي هو اربعة على تلاتة باي ناقة تكعيب. طيب انا هشيل الباي مع الباي، واربعة على تلاتة مع اربعة على تلاتة، ده هتديني ان ناقة تكعيب بتساوي واحد. يبقى معنى كده ان ناقة نفسها بايه؟ بواحد. يبقى فإن طول نصف قطرها واحد. اللي بعد كده، مجموعة حدها الأدنى خمسة ومركزها تمانية، فإن حدها الأعلى كام؟ طيب أنا عارفة إن مركز المجموعة يساوي حدها الأدنى زائد الأعلى على اتنين. مركز المجموعة بيساوي حدها الأدنى زائد الأعلى على اتنين. طبعا التمانية دي مقامها واحد، هضرب وسطين في طرفين، هتبقى خمسة زائد الأعلى تساوي ستاشر. خمسة زائد كام بتساوي ستاشر؟ زائد حداشر. يبقى إذا حدها الأعلى كام؟ حداشر. طب أنا لو جيت أجربها هقول أنا إن حداشر زائد خمسة ستاشر، على اتنين بتمانية، يبقى أنا كده حلت. يلا كده حبايبي نكمل التمرين اللي وراه. التمرين اللي بعد كده بيقول لي إذا كانت س بتساوي الفترة من سالب تلاتة للأربعة، أوجد مستعينا بخط الأعداد ح الموجبة تقاطع س، اللي بعد كده ح الموجبة اتحاد س. ديت أنا همثلها على خط الأعداد أهو، أنا خط الأعداد قدامي أهو. طبعا هنا من ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية، همثل الأولانية من سالب تلاتة للأربعة. طبعا أنا عندي هنا السالب تلاتة مغلقة هعمل عليها دايرة مقفولة اهي بلون تاني، والأربعة مغلقة هعمل عليها دايرة مقفولة بلون تاني، وأحاول أظللها باللون الأسود عشان توضح لكم كمان الأعداد اهي. هي دي الإيه؟ سي اللي هو عطاها لي. عاوز أول واحدة ايه بقى؟ حاه الموجبة تقاطع السي. حاه الموجبة تقاطع السي. طب ايه هي حاي الموجبة؟ حاي الموجبة اللي جايالي من الصفر لحد ما لا نهاية، ده حاي الموجبة. بس الصفر مش معايا، الصفر مفتوح لان الصفر ده مش موجب. يبقى ايه تقاطعهم؟ الفترة دي هتتقاطع معاها في واحد وايه؟ واربعة. يبقى تساوي واحد واربعة صفر، ده صفر. يبقى هنا هتبقى صفر واربعة. طيب الصفر متقاطع يعني الصفر موجودة فوق وتحت؟ لا، الصفر مفتوحة مش موجودة تحت. طيب الأربعة موجودة فوق وتحت؟ اه تبقى مغلقة. يبقى أنا عندي هنا تقاطعهم هي الفترة صفر وإيه وأربعة. طب اتحادهم؟ ها الموجبة اتحاد السين، اتحادهم هيديني إيه؟ يعني إيه اتحادهم؟ يعني المجموعة اللي فوق والفترة اللي فوق على الفترة اللي تحت كلها. يبقى أنا هاخد من بداية الفترة لحد نهايتها، يبقى اتحادهم هي من بداية الفترة لنهايتها، يبقى من سالب تلاتة إلى ما لا نهاية. من سالب تلاتة إلى ما لا نهاية، سالب تلاتة مغلقة وما لا نهاية إيه؟ مفتوحة. يبقى أقولها تاني، أنا جبت الفترة الأولانية اللي هي من سالب تلاتة لأربعة ومثلتها، وجبت حاجة الموجبة اللي هي من صفر إلى ما لا نهاية ومثلتها. هو عايز تقاطعهم يعني الجزء المشترك، المظل الفوق وتحت. طب ايه المظل الفوق وتحت عندي؟ من صفر للاربعة. طيب بس الصفر مظل الفوق ومش مظل التحت، يبقى مفتوح. الاربعة مظللة فوق وتحت، تبقى ايه؟ مغلقة. اللي بعد كده اتحادهم يعني من اول نقطة لحد اخر نقطة من سالب تلاتة الى ما لا نهاية. يلا كده حبايبي هنكمل التمرين اللي بعد كده. بيقول لي اذا كانت ا اللي هي النقطة اربعة وسالب تلاتة، وباء اللي هي النقطة سالب ستة وسبعة، وجيم اللي هي النقطة خمسة، وكاف على استقامة واحدة، عاوز قيمة كاف. طب لما يكون عندي تلات نقط على استقامة واحدة ده معناته ايه؟ معناته ان ميل الف باء، ميل الف باء ده هو هيساوي ميل باء جيم. ميل الف باء يساوي ميل باء جيم. يبقى النقط على استقامة واحدة ده معناته
ان ميل الف باء هيساوي ميل باء جي. طيب ميل الف باء اللي هو فرق سينات على فرق سينات اللي هي 7 ناقص ناقص 3، 7 ناقص ناقص 3 على سالب 6 ناقص 4 فرق سينات على فرق سينات يساوي ميل باء ج اللي هي فرق سينات على فرق سينات اللي هي كاف ناقص 7 على 5 ناقص ناقص 6. دي معناتها 7 زائد 3 ب 10، ودي معناتها سالب 6 على ناقص 4 بسالب 10 تساوي كاف ناقص 7 على 5 زائد 6 دي 11. طبعا انا عندي هنا 10 على سالب 10 دي معناها سالب 1 على 1 هتساوي كاف ناقص 7 على 11، هضرب وسطين في طرفين يبقى انا هقول كاف ناقص 7 تساوي سالب 11. بنقل سالب 7 الطرف التاني بإشارة موجبة يبقى كاف هتبقى سالب 11 زائد 7 هتديني سالب 4، يبقى قيمة الكاف بإيه؟ بسالب 4. نكمل التمرين اللي بعدي. أوجد مجموعة الحل في ح مع التمثيل على خط الأعداد للفترة. طيب أنا هحل المتباينة دي، طبعا أنا هبص للمتباينة هقرأها ازاي؟ 3 س زائد 1 أصغر من 10 وأكبر منها وتساوي سالب 5، بقرأها كده، باخد المتباينة من النص، 3 س زائد 4 أصغر من 10 وأكبر منها وتساوي سالب 5. أول عدد بتخلص منه هو اللي مجموع على السينات موجب 1، بحط عليه سالب 1 هنا وسالب 1 هنا وسالب 1 هنا واجمع، يعني معناها ان انا بضيف سالب 1 للاطراف كلها، دي تبقى صفر، يتبقى لي بس 3 س اكبر من او تساوي سالب 5 وسالب 1 هتبقى سالب 6، وهنا 10 ناقص 1 هتبقى 9. هو مقسم الاطراف كلها على 3 هنا وهنا وهنا، 6 على 3 سالب 2 اصغر من او تساوي 3 مع 3 فالسين أصغر من 9 على 3 فيها 3، يبقى السين محصورة بين العددين سالب 2 وإيه و 3، يبقى أنا أقول هنا مجموعة الحل سالب 2 و 3، سالب 2 في هنا يساوي باخدها مغلقة، والتلاتة مفيش يساوي باخدها مفتوحة. طيب أنا عايزة أمثلها على خط الأعداد، أنا خط الأعداد أهو، وهجيب من عند سالب 2 لحد التلاتة، سالب 2 مغلقة بعملها دايرة مقفولة، والتلاتة مفتوحة بعملها دايرة مفتوحة، وأقوم مظللة اللي بينهم كده. أنا مثلتها على خط الأعداد وكده التمرين خلص. نكمل بعد كده، بيقول لي مثل بيانيا العلاقة ص بتساوي نص س زائد 3. همثلها بياني، هجيب تلات أزواج مرتبة بيحققوا العلاقة، وأقوم ممثلاها على الشبكة التربيعية اللي هي ورقة رسم البيان اللي بتجيلكم في كراسة الإجابة. يبقى انا هقوم انا عامله الجدول بتاعي، جدول صغير اهو، في تلات ازواج مرتبه، ادي السين وادي ايه الصاد، واجيب تلات ازواج مرتبه اللي يعجبكم. حبيت تقولوا 1 2 3 ماشي، حبيت تقولوا سالب 1 وصفر 1 ماشي، اي نقط تعجبكم، بس انا بحب اكتب سالب 1 وصفر 1، انا بحب اكتبها كده بحيث ان انا اجيب الخط في السالب وفي الموجب وعند الصفر. هحط السين قيمتها سالب 1، يبقى صاد هتساوي نص في سالب 1 بسالب نص زائد 3، سالب نص و 3 2 ونص، يعني 2 و 5 من 10. طب لو انا حطيت سين بصفر، طبعا دي هتطلع لي 2 ونص، يبقى انا همثل الزوج المرتب اللي هو عبارة عن سالب 1 و 2 ونص، ده الزوج المرتب الاولاني اللي انا همثله. هحط المرة التانية س بصفر، يبقى هجيب ص بتساوي س بصفر في نص بصفر زائد 3 تساوي 3، يبقى هنا صفر و 3، يبقى هنا ص بتلاتة. طب احط س بواحد، يبقى ص بتساوي نص في واحد بنص زائد 3، يبقى انا عندي هنا ص بتساوي نص زائد 3 بتساوي 3 ونص، يبقى طبعا عندي همثل الزوج المرتب الثالث اللي هو 1 و
تلاتة ونص، وهحط هنا صار بتلاتة ونص في الجدول، تلاتة وخمسة من عشرة يعني. طيب انا عايزة ارسم الخط المستقيم ده، هو ما انا عاملة ادى الصادات وده السينات اهو، يبقى دي سين سين شرطة يعني، دي سين الموجب ودي سين السالب، ودي صاد صاد شرطة صاد الموجب وصاد السالب. اخد هنا النقط عندي واحد اتنين تلاتة اربعة، وهنا سالب واحد سالب اتنين، وهنا النقط واحد اتنين تلاتة اربعة، وهنا سالب واحد سالب اتنين. يلا همثل الزوج المرتب الاولاني اللي هو سالب واحد واتنين ونص، سالب واحد اهو، واطلع عند الاتنين ونص واخد نقطة، اخدها بلون مختلف، يبقى هي سالب واحد واطلع عند الاتنين ونص بين اتنين والتلاتة واقوم واخدة نقطة. النقطة التانية صفر وتلاتة، صفر اهي وعند التلاتة واخد نقطة. النقطة التالتة اللي هي واحد وتلاتة ونص، يبقى واحد اهي واطلع عند التلاتة ونص اللي هي بين التلاتة والاربعة واخد نقطة، واقوم موصلة النقط ببعضها. لازم النقط تطلع لي على استقامة واحدة، على خط واحد يعني، على المسطرة، لازم النقط تطلع على المسطرة. اقوم عاملة سهم من هنا وسهم من هنا، كده انا مثلت الخط المستقيم تمثيل صحيح، وكده انا خلصت ايه التمرين. لازم الخط المستقيم الثلاث نقط يطلعوا على استقامة واحدة. طيب هنكمل السؤال اللي بعد كده، بيقول لي طبعا يا حبايبي كل التمارين اللي انا اعطيها لكم دلوقتي تمارين امتحانات، يعني ان شاء الله تلاقوها في الامتحان، واللي يحل معايا التمارين ويتابع معايا الفيديوهات ان شاء الله يجيب الدرجات النهائية باذن الله، بس تحلوا الاسئلة ديت كمان مرة بايديكم. نكمل يلا. اذا كانت النقطة تلاتة ولا تلاتة لام ولام، تحقق العلاقة تلاتة س ناقص اربعة ص بتساوي خمستاشر، اوجد قيمة لام. اوجد قيمة ايه لام؟ اذا كانت تلاتة لام ولام تحقق العلاقة تلاتة س ناقص اربعة ص بتساوي خمستاشر، عاوز قيمة لام. طبعا اي نقطة مقصود بها زوج مرتب، معناها ان دي قيمة السين ودي قيمة ايه الصاد. يلا هحط مكان السين تلاتة لام، يبقى هتبقى تلاتة في تلاتة لام ناقص اربعة في لام تساوي خمستاشر، تلاتة في تلاتة بتسعة لام، ناقص اربعة في لام باربعة لام بتساوي خمستاشر. طب تسعة لام ناقص اربعة لام كام؟ خمسة لام تساوي خمستاشر، هقسم على خمسة يبقى لام تبقى بتلاتة، يبقى لام قيمتها كام؟ تلاتة. يبقى انا اقول له لام هنا بتساوي تلاتة. اللي بعد كده واخد تمرين عندنا، اذا كانت س بتساوي تلاتة جذر خمسة زائد خمسة جذر اتنين على جذر خمسة، وص بتساوي اتنين جذر خمسة ناقص تلاتة جذر اتنين على جذر اتنين. عاوز في ابسط صورة س تربيع زائد ص تربيع، طبعا س مش موجودة في ابسط صورة هحطها في ابسط صورة، وص برضه هحطها في ابسط صورة، يبقى انا هاخد س عندي اهي تساوي، طبعا مش موجوده في ابسط صوره، يبقى انا هضرب في ايه؟ في جذر خمسه بسطا ومقاما عشان اشيل جذر خمسه اللي في المقام. هتبقى تلاته جذر خمسه زائد خمسه جذر اتنين، هقوم ضاربه في جذر خمسه على جذر خمسه بسطا ومقاما، في تحت هنا جذر خمسه، يبقى كده هتساوي اهي. انا هقرب جذر خمسة في القوس وجذر خمسة في جذر خمسة تحت بخمسة، تبقى تساوي جذر خمسة في تلاتة جذر خمسة، هتبقى جذر خمسة في جذر خمسة بخمسة في تلاتة بخمستاشر، زائد خمسة جذر اتنين في جذر خمسة الخمسة اهي، وجذر اتنين في جذر خمسة بجذر عشرة، تبقى خمسة جذر عشر على جذر خمسة في جذر خمسة بخمسة. هختصر خمسة مع الخمستاشر ومع الخمسة، يعني اخد خمسة مشترك من فوق واقوم مختصرها مع الخمسة اللي تحت، هيتبقى لي من خمستاشر تلاتة زائد جذر عشر، دي قيمة ايه؟ السي. طبعا هو عايز س تربيع اربعها، يبقى تلاتة زائد جذر عشرة تربيع. طيب القوس المربع فكه ازاي؟ مربع الاول ومربع التاني، والاول في التاني في اتنين، يبقى مربع الاول اللي هو تسعة ومربع التاني اللي هو عشرة، عشرة جذر عشرة في جذر عشرة بعشرة. طب الاول في التاني في اتنين، يبقى تلاتة في جذر عشرة بتلاتة جذر عشرة في اتنين بستة جذر عشرة، ستة جذر عشرة. هجمع التسعة والعشرة هتبقى تسعتاشر زائد ستة
جذر 10 دي قيمة 60 تربيع، واسيبها على جنب لما اروح اجيب الصاد. يبقى انا عندي الصاد اهي هتساوي 2 جذر 5 ناقص 3 جذر 2 على جذر 2، هقوم ضربة بسطا ومقاما في جذر 2 على جذر 2 يساوي جذر 2، هضربها في المقدار ده كله، هضرب الحد الاولاني في جذر 2، يبقى 2 جذر 5 في جذر 2 هتبقى 2 جذر 5 في جذر 2 بجذر 10 هتبقى 2 جذر 10 ناقص 3 جذر 2 في جذر 2، جذر 2 في جذر 2 ب 2 في 3 ب 6 على جذر 2 في جذر 2 ب 2، هاخد 2 مشترك من البسط واختصرها مع الاثنين اللي في المقام، هتبقى يبقى لي جذر 10 ناقص 3. طيب هو عايز صاد تربيع، يعني معناها عايز جذر 10 ناقص 3 تربيع. هربع مربع الاول جذر 10 في جذر 10 ب 10، طيب مربع الثاني 3 في 3 ب 9، الاول في الثاني في 2 هتبقى جذر 10 في 3 ب 3 جذر 10 في 2 ب 6 جذر 10، واخد اشاره الحد الوسطاني سالبه واجمع هتبقى 19 ناقص 6 جذر 10. هو عايز س تربيع زائد ص تربيع، يبقى انا اقول له س تربيع زائد ص تربيع هتساوي 19 زائد 6 جذر 10 زائد اهي 19 ناقص 6 جذر 10، طبعا دي تروح مع دي، 19 و 19 تساوي كام؟ 38. يبقى الناتج عندي طلع كام؟ 38. يبقى المقدار كله هيساوي 38. كده حبايبي يبقى احنا كده خلصنا كل تماريننا، ويا رب تكون استفدتوا من التمارين اللي انا اديتها لكم، وان شاء الله تلاقي كل التمارين دي موجوده في الامتحان باذن الله، ويا رب تجيبوا الدرجات النهائيه. طبعا اللي يكون استفاد من الفيديو يشترك في القناه ويعمل لايك، وان شاء الله يبقى متابع فيديوهاتنا دايما. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.